هنا عند نقطة العبودية الدبوسية الحدودية الزحمة خانقة، سببها الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الجانب السوري منذ يومين على الشاحنات اللبنانية، إذ تخضع هذه الشاحنات لعملية تفتيش وتدقيق تؤخر عبور المئات منها، فتزدحم على امتداد الطريق الدولية ابتداء من بلدة الشيخ عياش وحتى العبودية بطول 4 كيلومترات تقريبا، معرقلة مرور ركاب السيارات الصغيرة والحافلات. نتمنى على القوى الأمنية تركز على طريق العبودية لأنه طريق دولي، وهذه الزحمة ما لها منيحة لا للبنان ولا للمواطن، لا للبنان ولا للسوري. شو هالزحمة اليوم يا شيخ؟ هذه الزحمة سببها الشحون الموجودة والتعرقل من قبل الجمارك إن كان اللبناني أو السوري، مفروض تسهل الأمر. هذا الاستياء طال معظم أهالي المنطقة المتضررين من توقف مجمل النشاط التجاري والزراعي، مطالبين الجهات اللبنانية الرسمية بالسعي لدى السلطات السورية لتسهيل حركة العبور وتسريع عملية إدخال الشاحنات لإعادة الأمور إلى طبيعتها.